ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم، بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج العقرب يوم الثلاثاء 9 نوفمبر تشرين الثاني 2021. النهارده يمكن للطاقات الموجوده حاليا ان تمنحك شعورا للغايه بانك مبسوط، لكن لكل شيء المعارف المؤثرين هيساعدوك في مساعيك. حاول انك تبقى هادي مع نفسك وتكون صبور. الخوف من الفشل هو أسوأ عدو بالنسبة ليك في الوقت الحالي. بالنسبة لأولئك الذين لديهم أفكار وخطط جديدة، من الجيد أنك تشاركها مع أشخاص اللي بيمكنهم المساعدة. لا تكن ساذجا وجشعا، وحاول أنه ما تنفقش أموالك على المقامرة، لأن الحظ ليس معك ومش هيتضاعف أموالك. بيطلب منك النجوم أنك ما تملش أنك تبدأ مساعي جديدة على المستوى الشخصي. حاول انك تحلل كلمات معارفك الجدد علشان تتمكن من تفادي خيبة امل اخرى. هتكون رحلاتك ناجحة، خاصة اذا كنت بتقابل صديق قديم. حاول انك تبقى معتدل في كلامك للاشخاص اللي بتحبهم. عاطفيا، اذا اتسمت حياتك الشخصية بالصعوبات او المواقف غير السارة، هيمكنك الان التنفس بحرية والبدء في الشعور بالمناخ الاكثر دفئا في عائلتك وعلاقاتك الحب. ان حساسيتك بتزداد، ومن الافضل انك تلتزم الصمت فيما يقوله لك الاخرون. حتى لو لم يكن لديهم الحق في اهانتك، لا يجب ان يكون كل شيء على ما يرام. بيسمح لك بالإبطاء والتحلي بالصبر. حاول أنك تقيم ليس فقط مشاعرك ولكن أيضا سلوكك. التغيير في الهواء، ويمكنك أنك تستفيد بالاستفادة القصوى من الفرص علشان تحدث ثورة في الطريقة اللي بترى بها الواقع. تريد تحقيق أهدافك، ولكنك ستقابل باستمرار عناد الأشخاص من حولك. بتقترح النجوم نزهة إلى أحد المواقع الجميلة المفضلة لديك. الفوضى وعدم الكفاءة حالتان بتحتاج إلى محاولة تجنبهما بأي ثمن. مهنيا، إذا كنت منخرط في التجارة، فإنك ممكن أنك تتوقع الفترة نجاح ومربحة. ممكن أن تدمر سلطتك بسبب تسرعك. أن ضياع فرصة التجسيد في هذه اللحظة ممكن أنه يضر بيك. النجاح متروك لي، ويجب انه ما تفوت الفرصة الان. هتشعر بمد القوة، وحاول انك تجنب الخسائر المالية. لقد حان الوقت لان تكون عمليا بطريقة مراعية للغاية. بدلا من قضاء الوقت في التفكير في العديد من الخطط غير الواقعية، التغيرات الايجابية هتكون ممكنة اذا عملت تشريح افعالك وتوخيت الحذر في كلماتك. ما تسافرش، لأنه من مصلحتك أن تجري تغيرات في هذا الوقت. هتساعدك الصعوبات في أنك تثبت قدرتك على ذلك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي. انا بكبر بيكم ومعاكم.